بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقريبا راح تكون the last lecture في اللي هو الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي هي regulation of blood glucose. Blood glucose levels fluctuate as person intake of food varies over 24 hours period. وده شيء طبيعي انه بيحصل فلوكشويشن اللي هو تذبذب ما بين خلال 24 ساعه بالنسبه للبلد جلوكوز ليفل بتاعنا. وده نتيجه لانه في ناس في واحد بيكون ماخذ ماكل واحد ما ماكل وهكذا. بالنسبه لافتر ميلز the body is said to be in absorptive state as it absorbs nutrients from the gut. وبالتالي blood glucose levels rise up, although this is buffered by glucose storage in the liver. شيء طبيعي ان احنا بعد الاكل blood glucose بتاعنا بيزيد لانه حصل digestion, حصل absorption بالنسبة للمواد الغذائية والنيتريسام والكربوهيدرات, وبالتالي حصل ارتفاع للبلد جلوكوز ليفل بتاعنا. رغم انه بيحصل بفرد اللي هو بيحصل بفرنج للجلوكوز ستورج بالليفر. When digestion is completed and the absorption of nutrient decreases, the body is in a post-absorptive state. ونقول على الستيت دي هي بوست ابزوربتيف ستيت, ده بعد ما انه عمليه الدايجستشن تكتمل ويحصل اللي هو عمليه الابزوربشن تصل لنهايات اللي هي ديكريزز. هنا البودي بيكون في ستيت اسمها البوست ابزوربتيف ستيت. هذا بودي سيلز يوز جلوكوز تو ميك انرجي, وبالتالي هنا البودي سيلز تبدا تستخدم الانرجي. هنا البلد جلوكوز ليفلز فولز او فول داون, مستويات السكر الدم بتبدا تنزل لانه الجسم بدا يستخدم الجلوكوز اللي هو بعد ما الدايجستشن حصل ابسوربشن بتبدا بعد ذاك اللي هي استخدام خلايا الجسم لهذا الجلوكوز, وبالتالي البلد جلوكوز ليفل بيبدا فول داون يبدا ينزل. Despite this fluctuation, the body needs to maintain blood glucose levels within certain limits. إذا الجسم مطالب بأنه أو حيعمل على محافظة المستويات دي في مستويات معينة, يعني ما يقطع, ما يزيد أكثر من رقم معين وما ينزل أكثر من حد معين. فعنده حدود للارتفاع, عنده حدود للنزول. دي بقوم بيها الجسم. هنشوف نحن كيف نعمل ريجوليشن للبودي هوميوستاسيس بالنسبة للبلد جلوكوز. طيب عشان نعرف الحدود دي لابد نعرف الكونسنتريشن بتاع البلد جلوكوز. البلد جلوكوز كونسنتريشنز التراكيز الجلوكوز الدم اللي هي عندنا اثنين اللي هي فاستنج بلد جلوكوز. في حالة الفاستنج في حالة الصيام اللي هو 8 إلى 12 ساعة بيكون تركيز البلد جلوكوز من 70 إلى 110 ميلي جرام بير ديسيلتر. طيب بعد الميل after meal أو بوست برانديال نسميه it rises up to 140 أو 140 ميلي جرام بير ديسيلتر. إذن عندنا الحالتين اللي هي fasting واللي هو بيتراوح من 70 الى 110 ملغ بير ديسيلتر, وعندنا البوست برانديال او هو افتر ميل بيكون بيرتفع الى غايه 140 ملغ بير ديسيلتر. طيب اذا حصل زياده او حصل نقص تحت المستويات دي حيحصل شنو؟
increase in blood glucose levels above normal is called hyperglycemia. أي زيادة في أكثر من النورمال رينج اللي احنا ذكرناه ده أو الحد الأعلى ده حيكون حنسميه hyperglycemia. Decrease in blood glucose levels below normal is called hypoglycemia. إذن عندنا حالتين اللي هو hyperglycemia و hypoglycemia. Hyperglycemia اللي هي increase in blood glucose level above the normal range. والhypoglycemia هي decrease in blood glucose level below the normal value أو normal range. طيب blood glucose اللي هو في حالة الفاستنج الدائرة اللي في الوسط الفاستنج اللي هو 70 إلى 110، البوست برانديال أو الأفتر ميل اللي هو لغاية أقل من 140 ميليغرام بير ديسيلتر. طيب مصدر البلد جلوكوز السورسز بتاعته إما جاي من الدايت أو جاي من جلايكوجين ولايسيس تحلل الجلايكوجين الموجود في الليفر، قلنا لما درست الجلوكونيوجينيسيس أو الجلايكوجين ولايسيس عرفت أنه الهدف من تخزين السكر أس جلايكوجين في الليفر هو المحافظة على مستويات مستوى البلد جلوكوز وإمداد أيضا البرين بالطاقة اللي هي الجلوكوز، وأيضا مصدر أيضا اللي هو جلوكونيوجينيسيس اللي هي the synthesis of carbohydrate أو the synthesis of glucose from non-carbohydrate sources. طيب الفيد بتاع البلد جلوكوز إما production of energy في all the tissues أو يكون glycogenesis اللي هو تصنيع الجلايكوجين، أو إذا زاد فوق في excess من الجلوكوز اللي هو حيدين lipogenesis اللي هو تصنيع التيجي. فمن هنا اللي هي النورمال فاليوز بتاعته بالنسبة للفاستنج اللي هي 70 إلى 110، والبوست برانديال اللي هي لغاية 140. دي جلوكونيوجينيسيس واللي هي تصنيع عندنا عدد من الستبس اللي هي ممكن نقول عليها معظم الستبس هنا هي عبارة عن اللي هي عكس مسار معاكس بالنسبة للجلايكوليسيس، وبالتالي في النهاية بتدينا الجلوكوز، بتدينا الجلوكوز عندها عدد من المصادر زي الجلسرول هنا مثلا في عدد من الستبس بيدينا في النهاية جلوكوز، عندنا أيضا الأمينو أسيدز دي عدد من السورسز بتاعة الجلوكوز، أيضا عندنا اللي هي بنسميها اللاكتيك أسيد أو كوري سايكل برضو اللي بتديني تكون لنا جلوكوز بلد جلوكوز ويستهلك في أو يعمل على الحفاظ على البلد جلوكوز اللي هي كوري سايكل، بتتم هنا هي تحويل الألانين اللي هو البايروفيت تحويل إلى الألانين، وإلى يتنقل الألانين عنده القابلية إنه يمشي في البلد، وفي اللي هو في الكبد بتحول الألانين يرجع إلى بايروفيت، والبايروفيت بواسطة اللي هو يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت بواسطة جلوكونيوجينيسيس وإلى اللي هو جلوكوز، وبالتالي أيضا نحافظ على البلد جلوكوز. طيب كيف نعمل ريسبونس للإنكريز من بلد جلوكوز؟ إذا حصل زيادة في البلد جلوكوز كيف الجسم بيعمل ريسبونس لهذا الارتفاع في الليفلز؟ ريسبونس to increase in blood glucose in the absorptive state. An increase in blood glucose is detected by the beta cells of the pancreas islets, causing them to increase the release of insulin to the blood. إذن في حالة الabsorptive state حصل امتصاص
للجلوكوز من من القطف من الجهاز الهضمي، وبالتالي مجرد حصل امتصاص للجلوكوز من الجهاز الهضمي حصل انكريز في مستوى الجلوكوز في الدم. هذه الزيادة بتعمل استيميوليشن للبيتا سيل اوف ذا بنكرياس اللي هي الايلتس، وبالتالي تحثها تعمل استيميوليشن لانكريز اوف انسولين. مجرد ما ارتفع البلد جلوكوز بيحصل استيميوليشن للبيتا سيل تو سكريت الانسولين في البلد. طيب حصل افراز الانسولين، الانسولين بيعمل شنو؟ انسولين لورز بلد جلوكوز immediately، على طول بيعمل ديكريز للبلد جلوكوز ليفل. كيف؟ باي انهانسينج جلوكوز ترانسبورتر ترانسبورت انتو اديبوز تيشو اند ماسل باي ريكروتمنت اوف جلوكوز ترانسبورتر اللي هو GLUT4 from the interior of the cell to the plasma membrane. اذا الانسولين بيعمل على انهانس او استيميوليت اللي هو الجلوكوز ترانسبورت للاديبوز تيشو وللمصل، والذي الانسجه اللي هي نسميها انسولين ديبندنت تيشو او الانسجه التي تعتمد على الانسولين في ادخال الجلوكوز لها. لو ما في انسولين الجلوكوز ما حيدخل للاديبوز تيشو ولا للمصل، و بالتالي بتوظيف الجلوكوز ترانسبورتر بالتحديد في التيشو دي اللي هي GLUT4 من الانتيرير اوف ذا سيل تو ذا بلازما ممبرين. اذا في حث اللي هو وبالتالي يعمل على lowering blood glucose level. انسولين استيميوليت سيلز especially اديبوس and muscle cells اللي بنسميها انسولين ديبندنت تيشو to take up glucose from the blood. اذا الانسولين بيعمل على الاستيميوليشن بتاع الخلايا للخلايا بتاعه المصل والاديبوز تيشو، وبالتالي طالما هي بتعتمد على الانسولين اذا سميناها انسولين ديبندنت تيشوز، وبالتالي هو هيحثها على to take up glucose from the blood، وبالتالي يحصل دروب في البلد جلوكوز ليفل. طيب insulin and the transport of glucose into the cell. To enter cell, glucose requires transmembrane transporter. And there is a family of these called GLUT, glucose transporter. The most numerous is GLUT4, which is found in the muscle and the fat cell. And an عدد من glucose transporter, وده تقريبا درسته في الفيسيولوجي لما درست اللي هي الترانسبورت اكروس ممبرين، عدد من الترانسبورتر بتاعه الجلوكوز. وايضا بكون مر عليكم في اول لكشر اللي هي الدايجستشن والابسوربشن بتاع الكربوهيدرات. عموما راح نعيد الجدول بسرعه. وين انسولين بايند تو انسولين ريسبتور اون ذا سيل ممبرين. الانسولين عنده ريسبتر في الممبرين او في السيل ممبرين بتاع الخلايا اللي هي المصل والاديبوز تيشو. cells are stimulated to increase the number of glucose transporters. The more transporters are produced, the more glucose is transported into the cell with a corresponding drop in glucose in blood glucose. كل ما كان عدد الترانسبورت موجودة والكثيرة الانتجة كثيرة، كل ما كان كمية الجلوكوز الداخل للسل بتكون أكبر، وبالتالي يقابلها دروب في البلود جلوكوز. طيب not all tissues requires insulin to take up glucose. ليس كل الخلايا مطلوب محتاجة للأنسولين، وبالتالي for example brain and liver cells use GLUT
ترانسبورتر ذات ار نوت ديبندنت اون انسولين. اذا في بعض الجلوكوز ترانسبورتر ما معتمد على في بعض التشوز ما معتمد على الانسولين او ما بتعتمد على الانسولين، وبالتالي صنفت التشوز لانسولين ديبندنت تشوز زي الاديبوس تشو والمسل، وانسولين اندبندنت تشوز زي البرين والليفر. وبالتالي هنا الترانسبورتر اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر لا يعتمد على is not dependent on insulin، وبالتالي دخول الجلوكوز لهذه الخلايا يدخل من غير مساعدة من الانسولين. although it does not affect glucose uptake into liver directly، insulin does enhance long-term uptake as a result of its action on the enzyme controlling glycolysis, glycogenesis, and gluconeogenesis. طيب صحيح هو ما بأثر على اللي هو الأبتيك of glucose بالليفر، ولكن الانسولين enhance long-term uptake as a result of its action. عنده action على الانزيم اللي بتعمل controlling للجلايكوليسيس اللي بتحدث في الليفر، الجلايكوجينيسيس اللي بتحدث في الليفر والجلوكونيوجينيسيس. إذن بيأثر على في اللي هو الجلوكوز بطريقة غير مباشرة أو بواسطة الإنزيم الموجودة داخل هذه الليفر والموجودة في الثري باثويز ديل اللي هو الجلايكوليسيس والجلايكوجينيسيس والجلوكونيوجينيسيس. إذن عنده تأثير الانسولين بطريقه غير مباشره في الابتيك اوف جلوكوز في الليفر، ولكن ليس من خلال الترانسبورتر او ادخال الجلوكوز للخليه، وانما من خلال اللونج تيرم ابتيك اللي هو بواسطه الاكشن اون ذا انزيمز. طيب دي بعض الجلوكوز ترانسبورترز الموجوده، التشو لوكيشن بتاعها والفانكشن بتاعت GLUT 1, 2, 3, 4, 5، واللي هو عندنا الصوديوم ديبندنت يوني دايركشنال ترانسبورتر SGLT1 ده موجود في السمول انتستين اند كيدني، ودي الفانكشن بتاعتها. نفس الجدول بتلقوه في غالبا حتلقوه في اول لكشر اللي هي الدايجستشن والابسوربشن بتاع الكربوهيدرات، نفس الجدول طريقة اخرى. طيب اخذنا ده الريسبونس تو انكريز ان بلاد جلوكوز. طيب كيف لو حصل ديكريز، كيف لو حصل دروب في البلاد جلوكوز ليفل، كيف الجسم بيحاول يعمل مينتين الكونسنتريشن في المستوى الطبيعي؟ زي ما عندنا هناك الانسولين اللي هو بيعمل على مجرد ما زاد البلد كونسنتريشن، ايضا عندنا الجلوكاجون، والجلوكاجون ايضا يفرز بواسطه اللي هو الالفا سيل اوف ذا بنكرياس. هناك الانسولين بواسطه البيتا سيل اوف ذا بنكرياس. جلوكاجون ذا هرمون برودوس باي ذا الفا سيل اوف ذا بنكرياس، its secretion is stimulated by hypoglycemia. قلنا الانسولين مجرد ما حصل انكريس في البلد جلوكوز ده بيعمل انهانسمنت للبيتا سيل اوف ذا بنكرياس، وبالتالي تفرز سكريت الانسولين، وبالتالي الانسولين يعمل على يعمل على ادخال الجلوكوز الى الخلايا اللي هي زي المصل والادبوس تيشو. هنا ايضا الجلوكاجون its secretion is stimulated by hypoglycemia. مجرد ما حصل دروب في البلد جلوكوز ده بنسميه hypoglycemia، وبالتالي ده stimulated اللي هو secretion of glucagon. In the liver it stimulates glycogenolysis، على عكس الانسولين هو هناك stimulated اللي هو glycogenesis by activating phosphorylase. أهم إنزيم في glycogenesis هو الفوسفوريلاز، وبالتالي هنا الجلوكاجون يحفز الفوسفوريلاز
وبالتالي يحدث جلايكوجين لايسيس، تكسير للجلايكوجين، وبالتالي يزيد الجلايكوجين لايسيس، تنتج في النهايه جلوكوز، والجلوكوز يمشي الى البلد، وبالتالي يرتفع البلد جلوكوز ليفل. جلوكاجون also enhances gluconeogenesis from amino acid and lactate. In all these actions, glucagon acts via generation of cyclic AMP. Cyclic AMP اللي هو عبارة عن second messenger. من بعض الهرمونات، لما تدرس الهرمونات إن شاء الله عندنا اللي هي الهرمونات تقسم إلى اثنين من ناحية الأكشن بتاع، اللي هي extracellular hormones و intracellular hormones. ده من الاكستراسيلور هرمون، وبالتالي اللي يوصل الاكشن بتاع الهرمون لداخل الخليه هو السايكليك ام بي، اللي هو عشان كده بنسمي الجلوكاجون فيرست ماسنجر، وبنسمي السايكليك ام بي سكند ماسنجر، اللي هو يعمل على توصيل الاكشن بتاع الجلوكاجون اللي بيأثر على الممبرين ميمبرين ذا سيل. فالجلوكاجون ايضا بيعمل انهانسمنت للجلوكونيوجينيسيس، والجلوكونيوجينيسيس هي عمليه تصنيع جلوكوز من نون كربوهيدرات سورس زي الامينو اسيد واللاكتيت. Both hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis contribute to the hyperglycemic effect of the glucagon. إذا الجلوكاجون مجرد ما يفرز بيزيد من تركيز الجلوكوز في الدم، وبالتالي ده بنسميه اللي هو بيعمل على بنسميه هايبر جلايسميك افكت، وهذا الهايبر جلايسميك افكت ناتج من تأثير الجلوكاجون على جلايكوجينولايسيس وجلوكونيوجينيسيس، وهوز اكشن اوبوز ذوز اوف انسولين. إذا الاكشن بتاعه هو عكس عمل الانسولين. طيب other hormones affect blood glucose. عندنا الابنفرين is secreted by the adrenal medulla as a result of stressful stimuli زي الفير، الخوف، excitement، الهيموريج، الهايبوكسيا، الهايبوغلايسيميا etc. كل الستريسفول افكت اللي هم بيأثروا على secretion of epinephrine, وبالتالي leads to glycogenolysis in liver and muscle owing to stimulation of phosphorylase enzyme via generation of cyclic AMP. ايضا بيعمل على بواسطه اللي هو cyclic AMP زيه زي الجلوكاجون، وفي النهايه بيأثر على glycogenolysis في الليفر والمصل، وبالتالي بيعمل على زيادة تركيز الجلوكوز في الدم. المصل glycogenolysis results in increased glycolysis whereas in liver glucose is the main product leading to increase in blood glucose. في المصل طبعا glycogenolysis result in اللي هو الانكريز في الجلايكوليسيس، الناتج بتاعه في النهايه تستخدم في انتاج الطاقه اللي هي على طول يحرق الجلوكوز الى بواسطه الجلايكوليسيس، بينما في الليفر الناتج بتاع الجلايكوجينولايسيس هو الجلوكوز، وبالتالي يعمل على الخروج من خلايا الليفر، وبالتالي يمشي الى البلد، وبالتالي يعمل على انكريز البلد جلوكوز. وده كان الهدف من تصنيع الجلايكوجين في الليفر، قلنا يساعد على منتين البلد جلوكوز الليفر، بينما الجلايكوجين في المصل الهدف انه هو انتاج الطاقة بواسطة الجلايكوليسيس للمصل نفسها. طيب بعض الكلينيكال اسبيكتس، دايابيتس ميليتس او دايابيتس ميليتس داء سكري، وان شاء الله حتدرسوا مور بتفاصيل اكتر في الباطنية ان شاء الله عدد من الكورسز، ولكن هنا نتعرض له بسرعة. طيب تعريف الدايابيتس ميليتس او دايابيتس ميليتس او الدي ام is a clinical syndrome characterized by hyperglycemia
بولي ديبسيا، بولي يوريا and loss of weight. إذن بيتميز ب اللي هو clinical syndrome، بيتميز ب عدد من الأشياء أو الحالات اللي هي من ضمنها hyperglycemia دي أولهم طبعا، اللي هو increase في blood glucose level، و polydipsia شعور بال لو الثيرست او العطش، وبوليوريا اللي هو التبول الكثير، ولوس اوف ويت ايضا دي واحده. فايضا دي كل الكاركترايزيشن بتاعت الدايبيتس ميلايتس. طيب هايبر جلايسيميا طبعا لانه هو اصلا انكريز في البلد جلوكوز ليفل، والأخيرة اللي هي loss of weight لأنه فيه بيحصل استخدام إذا كان الجلوكوز ما قادر يدخل على الخلايا، بالتالي الجسم بيلجأ إلى استخدام الطاقة أو إنتاج الطاقة من الأمينو أسيد اللي هي البروتين، واللي هي تعتبر موجودة في العضلات، أو باللي هو الأنسجة الدهنية. types of diabetes mellitus عنده اثنين two types. type 1 يسمونه insulin dependent diabetes mellitus IDDM، و type 2 اللي هو non insulin dependent diabetes mellitus. طيب نشوف في تفصيل. اوكي عموما اللي هو type 1 دائما بتس فيه الجونيور اقل من 30 سنه، وده هنا بيكون في ديفيشنت في الانسولين. وتايب 2 دايبيتس ميليتس اللي هو نون انسولين ديبندنت، هنا غالبا بيكون فيه انسولين ولكن الاكشن بتاعه بسبب انه مثلا لو بيس او بسبب انه الريسبتور بتاعه ما شغال، بالتالي بيكون في هايبر جلايسيميا. إذن عندنا two types of diabetes mellitus type 1 و type 2 أو insulin dependent diabetes mellitus IDDM أو non insulin dependent diabetes mellitus. أيضا عندنا glucosuria. Glucosuria occur when the renal threshold for glucose is exceeded. لما تجاوز renal threshold الجلوكوز بيحصل بعد ذاك اللي هو جلوكوز يوريا. طيب ده اللي هو الرينال ثريشولد اللي هو اكتر بيكون اكتر من 180 عنده في الرينال تيبيول اللي هو لما يتجاوز اللي هو الرينال تركيز الجلوكوز ل 180 ملي جرام بير ديسيلتر، بالتالي بحداك يحدث في اليورين وبتحدث معه اللي هو البولي يوريا. هنا بيحصل ري ابسوربشن للجلوكوز، طبعا جلوكوز ان يورين، وهنا نورمال جلايسيميا وبيحصل يورين عادي طبيعي، انما هنا اللي هو هايبر جلايسيميا بيحصل اللي هو فلترد لود اكسيد، وهنا جلوكوز ان يورين بيكون موجود وبالتالي بولي يوريا ويورين. فالرين ثريشولد التركيز والعتبة أو مثلا أعلى تركيز ممكن ما يظهر لغاية 180 ما بيظهر الجلوكوز في اليورين، لكن مجرد ما تجاوز تركيز الجلوكوز في الدم أكثر من 180 ملي جرام بير ديسيلتر، وده بنسميه الرينال ثريشولد، بالتالي بعد ذلك يحدث جلوكوز في اليورين، وده بنسميه جلوكوز يوريا. When the blood glucose rises to relatively high levels, the kidney also excretes regulatory effect. Glucose is continuously filtered by the glomeruli, but is normally completely reabsorbed in the renal tubule by the active transport. The
capacity of the tubular system to reabsorb glucose is limited to a rate of about 350 milligram per minute. And in hyperglycemia, as occurring poorly controlled diabetes mellitus, the glomerular filtrate may contain more glucose than can be reabsorbed, resulting في ما يسمى اللي هو بالجلوكوز يوريا. إذن ال 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 الريت بتاع reabsorption بالجلوكوز هو limited، وبالتالي اللي هو لغاية 350 ملغرام بير ديسلتر. وإذا كان في حالة ال poorly controlled diabetes mellitus بعد ذلك بيحدث في اليوريا، وبالتالي يسبب الجلوكوز يوريا. Glucose urea occurs when the venous blood glucose concentration exceed 9.5 to 10 millimol على liter. This term the renal threshold for glucose أو اللي هو 180 milligram per deciliter كما ذكرنا قبل شوية بالمليمول per liter اللي هو 9.5 to 10. Thank you very much for your attention. و I hope that you enjoy the lecture. Bye.